موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود الخصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما ابدا المقطع شكرا لكم على الدعم، باذن الله هذا المقطع او الفكره هذه تعجبكم. لا تقصرون بالدعم، لايك، اشتراك، قدر ايتم شوب في اس ال. شكرا لكم جميعا اللي قاعد تستخدمونه سواء روكت ليج سواء فورتنايت، وشكرا لاي واحد يشتري من موقع روكت ليج اكستشينج اللي تحت في الوصف. حاليا نزلت مقطع شرح كيف تشتري من الموقع. ما تعرف تشتري من موقع، انزل تحت في الوصف تلقى شرح كيف تشتري من موقع، ولازم تستخدم كود في اس ال اذا تبغى خصم يعني، وراح تفيدني وتفيد نفسك يعني، بتحصل على الخصم وانا بحصل على فلوس. فاللي يبغى يدعمني اكون شاكر له، وباذن الله عما قريب بيكون في قفويات لكم فينك وحركات باذن الله. كل اللي يبغى منكم دعمكم على هذا المقطع، وباذن الله ما اقصر معكم بالقفويات والحركات الحلوه. تابعوا على انستغرام وسناب طالع قدامكم على الشاشه. خلونا نبدا في المقطع. اوكي بسم الله، نروح على اول ماب. اخيرا وصلنا الماب، اخيرا قاعد احاول في كل الاكواد ما ضبطت. فبسم الله بلاي ونشوف الماب، يا رب يكون كويس يا رب. اوه عرفت الماب ايش يقصد. طبعا هذا الماب لحظه، اوكي بس اتوقع ان هذا الماب يبغى له زاويه، ما ادري شلون عاد. اوه حلوه هذه، ما توقعتها. سوي اير دراج اير دراج اير دراج. ليش ما صارت الجمب ريست؟ يو يطق. طيب خلصنا من هذا الماب، بس نحاول نجيب هذه. شباب اي صح، لا تنسوا كود لايت شوب هنا، ادخلوا في اس ال نفس الكود حق روكت ليج اكسشينج، يخصم لكم هناك وهنا يضبطني. انتم ما راح يزيد عليكم شيء ولا راح ينقص منكم شيء، فحطوا كود في اس ال. الله يعطيكم العافيه. حلو، طلع لنا ماب اسمه انكمفورتبل سيفز، السيفات الغير مريحه اتوقع انه كذا. اوكي والله صعبه يا شباب، صعب. شوفوا تصدقون اول سيف حلو حلو. طيب خلونا نجرب بدايه. اوكي ايزي، هذه ايزي مع ان تصدق خايسه لكن قاعد تتفلسف يعني. لا 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 اوكي، ايد ايد حلو، صدينا الثاني. بشوف كم بجيب من 100. اوكي اوه يسيف ديل والله ديم. لا هذه صعبة يا شباب، لا خليني اعيدها. وش ذا حاطها وراي؟ اوه صدناها. اوكي تاخرنا في هذه مرة، لكن ان شاء الله انه يعني. لا هذه ما صديناها شباب، ايش في ما صدينا. اوكي الاير رول عندي تعبان يا شباب بشكل اعوذ بالله. اير رول ممكن، بس ان الكام لحظة الكام جدا قريبة، انا مقربها ما ادري ليش. اوكي كذا افضل تقريبا، صدينا. شفت كيف؟ قبل شوي كنت اشوف السياره ما اشوف اي شيء قدامي. لو على بالي ان هذا وات سيف. هذه صعبه جدا ولازم تتوقعها. ها حلو السيف، مع انه مو بسيف يعني، بس اوكي هذا السيف. طيب هذه ما تعتبر انها، هذا مو بقاعد يختبرنا، هذا قاعد يجربنا. شوف كيف كله في العارضه، فقاعد اعيد. اوكي قلوا هذه صديته، قلوا هذه صديته لانه في العارضه اصلا. اوكي اعوذ بالله، ساتر يا ساتر. ووب جبناه، اعوذ بالله هذه صعبه جدا. اصبروا هذه كانها صده، صديتها في العارضه ترى. اوكي الصدة حلوة حلوة، 11. يا رب يا رب الحين نضبط الوضع. حلو، في تقدم، في تقدم، في سرعة شوي يعني. والله المابات هذه تضبط اقسم بالله. لا توني اتكلم عن السرعة، هذه لمستها انا ولا تهيألي. حلو صدينا هذه، حلو والله العظيم جميل جدا يعني، يا رب اسويها في الاقيام يا رب. اوه حركات انا يعني والله، الله مني بسيط. لا لا هذا ايش هذه؟ عود بالله هذا دخله جول ولا ايش؟ لا مي بجول اصلا، اتوقع انه لازم تدخل جول اتوقع. اوه اوكي شوف الزوايا، لا ابغى اصد افضل انا. لا
هذه صدت يعتبر افضل بس بعيد. حلو هذه افضل، هذه افضل. اوكي خلصنا هذا الماب، بس شوف كم خذينا من 100. 100 من 100. جي جي شباب، جي جي. مرنا طيبه. الحين نروح الماب اللي بعده. اوكي لقينا ماب الحين دايموند تشامبيون تريننج، اللي رانكاتهم دايموند الى تشامبيون. التدريب هذا راح ينفعكم مره، فخلونا نلعب ونشوف. اوكي اها كذا يعني. والله الايم عندي مضروب، على بالي انه كويس صار مضروب. يا ساتر هذا وش التسبيق عندي مضروب بعد. جي جي. التوزين هنا في هذه الاشياء دائما اجيب فيه العيد، ولا كان عرفت الدبل تاتش. ترى الدبل تاتش عندي يعتبر صعب جدا لو ما تدرون يعني. نقبلها نقبلها، لان لمسه صح انه يعني خايسه شوي، بس ترى حركه يعني حركه. هول 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 ساتر، شفتوا كيف؟ اوكي نتبت نتبت. الله والله تطور يعني. بدينا نوزن شوي من ناحيه الاير رول اللي قاعدين نسويه، يعني مش بطال صراحه. لا لا هذه المفروض انها كذا. اوكي هذا لمسناها، انا ابغى المس الكوره بس، بغض النظر ان تجي جول ما تجي جول، ابغى المس الكوره، ابغى اجرب. خلينا نقول هذه لمسه اوكي، لان مره مره طولنا فيها. اوكي والله حلوه هذه، هذه حلوه مره والله. في حركات دبل تاتش وحركات. يوه تخيلوا جبتها يمين بالله. لا هذه غلط. نايس والله نايس هذه. شوف ترى الكوره سريعه يعني اسرع مما توقعون. خل نمشي خل نمشي هذه، باقي اربعه غيرها، باقي اربعه غيرها. جول مش بطاله صح، بطيئه مره، بس اهم شيء انه سوينا شيء يعني، عارفين سوينا شيء. اوه هذا ري دايركت نايس. ولع المرمى الثاني هذه ولا ايش؟ ولا انا جايب العيد؟ عرفت وش اقصد؟ اقصد جنب ريسيت. اوه حركات. اوكي عد الفخر. لازم نوزن في البدايه بعدين نحرك السياره زي ما نبغى. لا والله الايرول يصير. شوفوا كيف الزاويه الانجل يعني اهم شيء. ها اوكي يا ساتر هذه كلها ورا. شوف يعني تكون قريب من الكوره اكثر من انك ما تضغط مثلث. شوف اطق الكوره مهما كانت. ما هنا زي كذا ما اقدر اسوي شيء. زي كذا اضيع الكوره. لكن هنا شوف اطق الكوره على طول اروح لها. اللي يعرفون يوزنون اوكي هذه صايره معهم سهله، بس انا لا. خلصنا 9 من 9 فنشوف كم ناخذ. 89 من 100 ما عرفنا نسوي شيء، فمستوانا اقل من دايموند صراحه يعني على التدريبات اللي قاعد تصير قبل شوي. طبعا هذه التدريبات مو باكيد انه اوكي صار كذا يعني مستحيل انك تكون لاعب كويس، لكن اعطيكم هذا. اوه هذا اللي دايركت حلو. اوه هذا تحدي كذا اتوقع، اتوقع انه كذا يب. هذا اتوقع على طول دايركت على المرمى ولا؟ كاني شفت في المقطع حق التيك توك هذا انه كذا دايركت على المرمى. فلو استمر يعني وقت طويل اقسم بالله بتحس اللعب بشكل زي كذا. زي ما قلت لكم شوفوا كيف ريدات على المرمى على طول، من مرمى لمرمى تخليص وما ادري ايش. تجي جول ولا؟ نايس. يعتبر ريدايركت بطيء لكن تدريب في نفس الوقت تدريب. اوكي هذه تخليصات حلو بطيئه وخايسه، لكن اهم شيء ان نطق الكوره. نبغى نشوف كم جيم التحدي هذا. اوكي ولا خلوا هذه تدخل خلاص، ان كنا نبغى نجيب اهداف يعني فيها دباتات فيها اشياء، وبنفس الوقت نحاول نوزن بس ما قدرنا. اوه مش بطالة هذه. عموما بس هاي كان مقطع اليوم، اذا عجبتكم السلسلة ان نجرب مبات تيك توك
تمنى تحت في الكومنتات، يمكن جرب مبات انستغرام تويتر اللي هو، بس 72% يعني كنا 100 بعدين 89 بعدين 72 ايش بطاله. يعطيكم العافيه جميعا على المشاهده، وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. لا تقصروا بالدعم، لايك، اشتراك، كود رايتم شوف في اس ال، واللي يبغى يشتري اي شيء من ركت ليج اكسشينج لا تنسوا الكود الخاص من في اس ال يخصم لك 30% وراح يفيدني. يعطيكم العافيه على المشاهده، واشوفكم على خير. سلام.